هذه الجماهير جماهير تقدم في جنوب بغداد، مثل ما تشوفون واقفة وقفة مساندة للسيد محمد الحلبوسي، وتعبر عن رأيها بكل عفوية باعتبار السيد الحلبوسي يمثل زعامة شعبية لها تأثير على الأرض وتأثير على الجمهور من خلال خطوات، لأنه هو منهج وفكر وهندسة وإعمار بالمناطق اللي متواجد بيها. فلذلك لا يمكن اختصار دور السيد الحلبوسي بمنصب كرئيس أعلى سلطة تنفيذية بالبلد، بل هو يعني قائد للشباب وقائد لهذه المناطق. وقفة تضامنية مع السيد الرئيس ضد قرار المحكمة الاتحادية العليا، اللي هو قرار غير دستوري ولا قانوني ولا شرعية ولا وصاية ولا أي شيء. المحكمة الاتحادية ضد قرارها. احنا حقيقة اليوم هذا التجمع هو تضامن مع السيد الرئيس، تضامن انه ان شاء الله نسير على الانتخابات ونسير بخطة ثابتة، وان شاء الله موقفنا ان شاء الله يكون اكثر من قبل. الوضع الحالي اللي احنا نمر به بالعكس يزيدنا قوة ويزيدنا فخر انه رئيسنا مستهدف، لان هو قوي، لان هو شجاع، لان هو يرفض المبدأ الطائفية، انه هو صاحب إعمار بوقت قصير. شهد للجميع بهذا الإنجاز، فإحنا جميعنا اليوم واقفين وقفة شجاعة مع الرئيس، ونقول له كل إحنا حزام ظهرك وإحنا وراك، ولا تشيل هم، وإن شاء الله حزب تقدم الأول على بغداد. جماهير جنوب بغداد مناصرة إلى السيد رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، ووقفة مساندة لما كان له دور مميز وله دور في استتباب الأمن في كافة ربوع ومحافظات العراق.